السلام عليكم يا جماعة. هذه تكملة لأبرز الأسباب أو المعطيات التي قد تكون هنالك ضربة أمريكية إسرائيلية، قد تكون فرنسية وقد تكون بريطانية أيضا لإيران. بالنسبة لمعلوماتي، معلومات اللي أنا قاعد أذكرها الآن هي معطيات أو أسباب أنا حصلت عليها من مواقع أجنبية، مواقع وصحف أجنبية حصلت على هذه المعلومات. في سبب انتخابي، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن مقبلة تقريبا، حتى الآن ترامب فتح حسابه في تويتر، قال أنا سأستخدم حسابي في تويتر للانتخابات. عندك الآن في جميع استطلاعات الرأي تقول أن في حال إجراء انتخابات رئاسية أمريكية حاليا، فسيخسر الديمقراطيين هذه الانتخابات. فدائما قبل الانتخابات الرئاسية يفتعل الرئيس الأمريكي حرب خارجية حتى تكون هذه الحرب داعمة له في الانتخابات القادمة، مثل بوش لما كان بعد ضربة 11 من سبتمبر، كان وبعد أفغانستان، غزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، قال أن أنا إذا خسرت المعركة الرئاسية في المرحلة الثانية فأننا سوف نخسر الحرب. حتى أنه قال في كلمة له، قال أن القاعدة تفضل مرشح الديمقراطي. وطبعا كان هذا باور كبير له في انتخابات الرئاسة الأمريكية. السعودية مثل ما قلت من قبل، أمريكا قالت بايدن قال بتصريح أننا لن نترك المنطقة لدخول الروس والصين. هنالك اتفاقيات وأمور حدثت كثيرة جدا بين السعودية وروسيا، وأيضا بين السعودية والصين اتفاقيات في جميع المجالات. والولايات المتحدة الأمريكية حاليا متخوفة، خصوصا بعد تصريح بايدن الانتخابي عن الأمير محمد بن سلمان بقضية خاشقجي. فالولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول الدخول إلى المنطقة بأي وسيلة، مثل ما كان قبل حرب الكويت حاولت أن يكون لها في المنطقة موضع قدم، ورفضت طبعا الدول العربية خصوصا الكويت. فأمريكا ستقوم بافتعال هذه الأزمة للدخول إلى المنطقة. إيران أيضا اقتربت من سلاح نووي، لكن إيران الاتفاق النووي إيران بعيدة عنه. قالت في آخر اجتماع لهم، قالت إن لازم إن الحرس الثوري الإيراني تشيلونه من قائمة العقوبات. طبعا هذا رفض كبير جدا من قبل دول 6+1. عندك الآن إسرائيل في شمال لبنان قد تقوم بمناورات وهمية في شمال لبنان، متحسبا لحلفاء إيران في المنطقة اللي هم حماس وحزب الله وتواجد الإيراني في سوريا وأيضا الحوثيين، وقد يكون لها ثقل في العراق. حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لديهم هدف مشترك. الولايات المتحدة روسيا قامت ببعث رسائل استخباراتية أن إذا تدخلتم في إيران، مع أن الروس حلفاء إيران عسكريا، قالت إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل في ضربة عسكرية لإيران، إحنا ما لنا شغل ولا راح ندخل ولا الحرب هذه اللي راح ندخل فيها. فروسيا قاعدة تعطي هذه الرسائل لأهداف. الهدف الأول طبعا أنه راح يزيد سعر النفط والغاز، وبالتالي إذا زاد سعر النفط والغاز هذا راح يدمر أوروبا. أوروبا الآن تمر بمشكلة اقتصادية كبيرة جدا، خصوصا ألمانيا وخصوصا بريطانيا تم تغيير رئيس الوزراء للمرة الثالثة الآن، وبريطانيا تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة جدا. فإذا تم رفع الغاز عن سعر الغاز
والنفط بأوروبا يعني ممكن أن تنهار بعض دول الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني هدف مشترك يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في أن تكون هنالك قوة اقتصادية في العالم غيرها، يعني طبعا إذا كان هنالك قوة اقتصادية في العالم فمعناته أن هنالك قوة عسكرية. فالولايات المتحدة الأمريكية حتى لما قامت بدعم أوكرانيا في هذه الحرب، الهدف طبعا كان هو تدمير أوروبا وكذلك تدمير روسيا. الجيش الإسرائيلي لأول مرة يعني خلال يمكن 20-30 سنة القادمة الماضية لأول مرة يرفع الميزانية الجيش الإسرائيلي لي يعني عدد كبير جدا، يعني رفع الحكومة الإسرائيلية سمحت للجيش الإسرائيلي برفع ميزانية وزارة الدفاع. حتى أن وزير الدفاع الإسرائيلي صرح قبل كم يوم، رئيس الأركان صرح قبل كم يوم قال إحنا جاهزين لضربة عسكرية لإيران متى ما طلب منا الجانب السياسي ذلك. حتى في بعض المواقع تقول إن إسرائيل حصلت من الكنيست الإسرائيلي على تمويل وزارة الدفاع، حصلت على تمويل يقدر ب 3 مليار دينار مخصصة فقط لتوجيه ضربة عسكرية لإيران. وأيضا قالت هذه المصادر أن إسرائيل قد توجه الضربة العسكرية سواء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو من روسيا. أنا أكرر، حمد بن جاسم بن جبر الثاني وزير الخارجية القطري السابق صرح تصريح لي روسيا اليوم أن كل الدلائل أو المعطيات تشير إلى قرب ضربة عسكرية أمريكية لإيران. حتى راح أقع لأنها خطرة وستشعر المنطقة وغيره. المعطيات، أحد المعطيات أيضا هو سلاح، أي هو أفضل، السلاح الأمريكي أم سلاح الروسي. الولايات المتحدة الأمريكية حاليا والصين و روسيا وصلت للجيل الرابع في الطائرات. طبعا له مواصفات الجيل الرابع انه مثلا يقدر يضرب اهداف ارضيه وجويه وايضا حرب المعلومات، ويقدر يعني مثلا طائره الاواكس قبل به فقط تطير تاخذ معلومات عن العدو، لا الان هذه الطائره الجيل الخامس الجيل الرابع عفوا هي تاخذ معلومات وتاخذ فسموها الجيل الرابع وتكون سرعتها يعني فوق سرعة الصوت. الأسلحة الآن سوخوي إذا أخذت إيران الأسلحة سلاح هذا السوخوي خلال الشهرين القادمين، كانت السوخوي هذا اللي من الجيل الرابع تواجه الجيل الرابع الأمريكي وقدرت أنها تسقط طائرة واحدة أمريكية، فهذه ضربة كبيرة جدا للسلاح لسمعة السلاح الأمريكي، وهذا الولايات المتحدة الأمريكية ما راح تسمح فيه ولا راح تسمح بحصول إيران على هذه أسلحة سلاح الطيران. ف يعني ممكن أنها تعزم أنها تقوم بضربة عسكرية لإيران قبل وصول هذه الأسلحة. في يعني شغلات ثانية مثلا أن إذا كانت الضربة محدودة بمعنى أنها تضرب المفاعلات النووية أو غيرها، ففي بينها وبين إيران أن ردة الفعل أنت يا إيران ما تكون ردة فعل شاملة على طول بين الصواريخ وكذا وكذا، لا ردة الفعل يجب أن تكون بحدود الضربة الأمريكية، بمعنى أن ضربنا مفاعل نووي تضربين قاعدة وتبلغيننا قبلها، لأن إحنا بلغنا أن إحنا راح نضرب هذا المفاعل، ففرغي المفاعل النووي من الأشخاص لأننا سنقوم بضرب هذا المفاعل. فهي لعبة حتى نفس ما كان مع كان قاسم سليماني لما تم قتل قاسم سليماني الولايات المتحدة الأمريكية يعني طبعا عن طريق
الحلفاء قالت